عايز اخلي الاسترايك ما يبقاش منتظم كده، عايز اخليه يعني فيه شوية تيربيلانس. قبل ما اخليه فيه شوية تيربيلانس، لو حابب ان انت تغير في الستريكلت ممكن تروح للخواص بتاعة الستريكلت نفسها. غير كده عايز اعمل راندوم اوباستي، بمعنى ان اللايت من ساعة ما بيطلع لغاية ما بيخلص نفس الاوباسيتي. هروح لاوباسيتي اوفر لايف، وعلى فكرة الكيرف ده بيحدد الاوباسيتي قليلة فين وعالية فين. ممكن ترسمه بايدك، ممكن تاخد كيرفات من اللي جاهزة دي. انا هرسمه بايدي، وليكن هاخد كيرف كده واجي كده واخد كيرف كده، تمام؟ يبقى بالشكل ده في البيرث والديث، يعني هيبقى اللايت قليل شويه او الاوباستي بتاعته هاديه شويه. ممكن اخد كيرف زي ده كده، ده يبقى كويس، تمام. وده شايفين ادى زي ما انتم شايفين ادى انسيابيه حلوه قوي لللايت. نفس الكيرف ده لو انت حابب تعمله في السايز مفيش مشكله، هروح لسايز اوفر لايف، بس في السايز هعدله شويه. لو انا عملت نفس الكيرف في السايز هتحس ان في مسافه فارقه بين الاميتر وبين اللايت سترايك نفسه. لو رجعت لكم كده، تمام، خلونا نقف هنا. المفروض ده اوله من هنا. لو انا عملت نفس الكيرف اللي في الاوباسيتي عملته في السايز هيعمل لي فرق وحش قوي. لو عملت كده شفتوا اللي حصل؟ في فرق كبير قوي، وفي نفس الوقت انا كده هخسر جزء انا محتاجه. الحل انا هسيب نفس الكيرف كده، انا عايزه كده اي نعم، بس في الاخر مش عايزه في الاول، يعني مش عايزه من اول ما يطلع كده، عايزه يخلص كده لكن ما يطلعش كده. حته يطلع كده ما يطلعش كده دي هبدا في او هاجي على البيرث. البيرث من هنا كده، واقوم قافل الحته دي، اضغط في اي مكان بره واطلع فوق واسحب كده، اقفل الحته دي بالشكل ده. انا ما خسرتش الجزء اللي هنا، في نفس الوقت خدت ايدج حلوه قوي في الاخر زي ما انتم شايفين الطرف ده بالمنظر ده كده. يبقى كده عندي السايز اوفر لايف والاوباسيتي اوفر لايف بيتحكموا لي في شكل الاسترايك في اوله وفي اخره، تمام. انا ممكن ابقى كده، وممكن يعني اخده من اول كده او اخده من اول كده بحيث يبقى معمول له زي تيبر، او زي يبقى محدب من المنبع ومن الاخر، يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، تمام. اذا ادي اول لايت، تمام، نشوفه كده تاني. خلصنا من اول لايت. لو نزلنا تحت، لو انا عايز ادي شويه تيربولنس او عايز ادي ما يبقاش منتظم بيه، هو مش منتظم في الموفي اللي احنا شفناه. هروح لفيزيكس، ومن فيزيكس هروح لاير. في حاجة عايز اقول لكم عليها. لو انا جيت عملت ريندر كده بسرعة هلاقي ان هو بيروح مني، يعني بيفتح مني يمين وشمال. هي حلوة مش وحشة، بس لو انا عايز ألمه شوية ما خليهوش يروح مني يمين وشمال، هروح لاير ريزيستنس او مقاومة الهواء. تقدر تعتبر ان الاير ريزيستنس هي عنصر ضغط خارجي على البارتكلز، كأنها بتضغط، او تقدر تقول عليها انها فورس او قوة بتأثر على البارتكلز من بره فتضغطها في مكانها. لو انا رفعت دي لواحد، خلي بالنا دي بالذات ما تترفعش قوي، يعني واحد، واحد من عشرة، واحد واثنين، يعني زيادتك تبقى بالعشرة، بالكسر من عشرة، ما تبقاش بالرقم صحيح. بصوا بالمنظر ده هي واحد،
شوفوا تقريبا سيبت في مكانه كده اهو، تقريبا شفتوا البارتكلز ما عادتش بتفتح يمين وشمال. اذا انا حركتي في الاير ريزيستنس او التقدير او القيم اللي في الاير ريزيستنس تبقى بالراحه وما تبقاش اي كلام. غير كده كمان ولو ان مش هتاثر معايا قوي، لو انا عملت حاجه اسمها اير ريزيستنس روتيشن، اير ريزيستنس روتيشن مش هتبان هنا، بس اللي بينتج عنها لو انت علمت عليها ان لو هنا في بارتكلز عباره عن ورود او ورق شجر او 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 الى اخره، هتلاقيها بتلف كانها عامله زي الدوامه بالظبط، وده الاثر الحقيقي اللي بيحصل بره. لو انت مثلا حادف شويه ورق في الهواء ورحت جاي معرضهم لتيار هواء جامد مره واحده، بتلاقي حصل كل ورقه بتلف حوالين نفسها لغايه ما تقع على الارض، هي دي الاير ريزيستنت روتيشن. في بعد كده عندي الويند، الويند اللي هي الرياح. انا لو عايز اوجه ده لاتجاه معين، طبعا هو كده طالع لفوق، انا ممكن يعني هو كده اتجاهه تمام طالع لفوق شويه، ممكن لو قلت له يبقى في تاثير رياح على واي بالشكل ده كده، يبقى انا هخليه ينزل لتحت. ممكن اقول له في على اكس تمام كده هخليه يروح شمال. يبقى بالمنظر ده هيبقى عندي حركه نقدر نقول عليها نيتشر قوي او حركه طبيعيه قوي فيها فلود زي ما احنا شفنا بالظبط. يبقى بالمنظر ده انا اعتمدت على الريل لايف او اعتمدت على نقدر نقول عليها الفيزياء الحقيقيه، يعني الشغل الحقيقي في الريل لايف. اعتقد كده شكله كويس جدا تمام. نبدا نتنقل لمرحله التلوين او ان احنا نلون البارتكل او البارتكلر. في بس حاجه صغيره، لو انا عملت كده ده منتظم شويه، انا عايز اديله شويه انحناءات وكلام من ده، هروح لتربولانس فيلد. من تربولانس فيلد بقول له القوه اللي بره دي تاثر على البوزيشن والسايز. انا مش عايز السايز في حاجه، انا عايز السايز هنا كده بيرفكت قوي وجميل جدا، انا عايزه ياثر على البوزيشن. لو انا رفعت ده بالشكل ده كده او بدا ياخد شكل متعرج، اعتقد كده بدانا نقرب قوي من اللي انتوا شفتوه. مش بدانا نقرب، احنا بالفعل كده قربنا قوي او عملنا 90% تقريبا من اللي انتوا شفتوه. اجي بعد كده لو انا عايز التاثير ده بالشكل ده لكن انا مش عايزه ورا بعضه، مش عايزه الموجه تبقى قريبه من الموجه كده، ربنا يكرمك يا رب يا سويس، عايز يبقى فيه مساحه او مسافه بين عايز يبقى فيه مساحة بين كل موجة والتانية بالشكل ده، او الحتة دي اظبطها من السكيل. السكيل ده كل ما بيزيد كل ما المسافات بتاعت الموجات دي بتقرب من بعضها قوي. انا هخلي السكيل وليكن 3 كده، الفلود شكله حلو. حتى لو انا خليت دي 150 يعني الضعف، الفلود شكله جميل جدا ما فيهوش تكسير. غير كده كمان في حركه زي ما انتم شايفين اورجانيك، شكلها حلو جدا، او حركه نيتشر شكلها كويس جدا 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 تمام بالشكل ده كده. البارتكلز اعتقد مفيش فيها اي مشاكل. نتنقل بقى للالوان. قبل ما اتنقل للالوان معلش عاوز اروح لخواص الاستريكلت، وده يمكن حاجه فريده من نوعها او نوع فريد من نوع موضوع الاستريكلت. في راندوم سيد دي كل رقم تكتبه هنا هتاخد شكل. لو انا كتبت هنا 1 الشكل اتغير، كتبت 2 الشكل اتغير، كتبت 5 شكل تاني. اذا انت هنا نوع الشكل زي ما انت عايز. ده بالنسبه للستريكلت. لو كده تمام،
بالشكل ده كده. عايزين نلون بقى الشعاع ده بحيث ياخد الشكل بتاعه. لو انا رحت للاير نيو ادجستمنت لاير تمام، الادجستمنت لاير نزلت طبعا، لازم انزلها تحت اللايت مش فوق اللايت، مش عارف ليه العيب ده بيتم لكن عادي. انا ليه حطيت الادجستمنت؟ انا حطيت الادجستمنت علشان اعمل كلر للبارتيكولر. لو انا رحت هنا خدت هيو وساتوريشن ورحت حاطط الهيو ساتوريشن على الادجستمنت لاير وعملت كلرايز، كلرايز بس عشان الون البارتكل. طيب لو انا خدتها من هنا كنترول اكس حطيتها على طول كنترول في برضو ما حصلش اي تلوين خالص، او البارتكلز ما اتلونتش. طيب نحلها ازاي؟ اولا بدل ما هو 8 بي بي سي او 8 مليون لون هخليه 32. طبعا هو كده هيتقل شوية لكن يعني في امل ان هو يقبل الكلر. خليها بالشكل ده واقول له كلرايز برضو ما قبلوش. طيب تعالوا ندور ليه البارتيكولر ما قبلش الكلر. هنا ترانسفير مود معمول بنورمال، تمام، عشان كده ما كانش قابل الكلر لان ترانسفير مود كان معمول بنورمال. هاجي هنا وازود الساتوريشن بتاع الكلر بالشكل ده. بس انا محتاج حاجة، اولا الاوباستي هنا عالية قوي، هروح للبارتكلز نفسها وهروح للاوباسيتي بدل ما هي 10 هخليها 5 تمام، وبدل ما ده 32 هرجعه تاني ل 8 تمام، بس عشان يعني الدنيا ما تتقلش. واجي هنا ليه الاوباستي عليها او اقللها. بصوا كده الاوباستي دي على فكرة تاخد منها ديتيلز، يعني كل ما تعلي كل ما تلاقي الدنيا مسكت في بعضها قوي تمام. غير كده كمان السايز بتاع البارتكلز لو انا عملته مثلا وليكن 15 هلاقي الدنيا هديت عندي شوية لان كان السايز بتاعها كبير قوي وعالي قوي. غير كده لو انا رحت ليه خواص الستريكلت نفسها هلاقي في عندي حاجه اسمها نمبر اوف ستريكلتس، عدد الستريكلتس، لو عليت العدد ده تمام هاخد زي خطوط زياده. فعادي هروح هنا مثلا اخلي ده وليكن 2 يعني بحيث اخد شكل او حاجه شكلها كويس. استنى هنا شويه كده لغايه ما نشوف الكالرايزر مش شغال ليه. طيب يمكن الكالرايزر او الكالر قلنا من شوية ان احنا جينا او كنا بنعمل كالر للبارتيكولر مش عايز يقبل الكالر. ليه مش عايز يقبل الكالر؟ لان اساسا اللون اللي انتوا شايفينه ده خاص بالبارتيكولر بس، مفيش اي افكت كولر كوركشن بيشوف اللون ده فبيأثر عليه. بمعنى
انك انت مهما تعمل سواء بالهيو ساتوريشن او بالكيرفز او بالليفلز او بالترايتون او باي افكت انت عايز تنزله عشان يلون البارتيكولر، استحالة هيلونه. ليه؟ لان البارتيكولر لونه من نفسه، بمعنى ان هو عمره ما هياخد اللون بتاعه الا من خلال ست كولر. تقدر تقول ان هو له كل حاجة خاصة بيه هو. لو حطيت له من بره افكت زي هيو ساتوريشن، او حطيت له من بره افكت زي كيرفز او اي حاجة تانية، عمر ما هتلونه، بمعنى انه عمره ما هتأثر على الالوان بتاعته. الحتة دي وصلت قبل ما اكمل اللي بعدها ولا لا؟ المهم، طيب عشان احل المشكلة دي عندك حل من اتنين: اما انك انت تتحايل على البارتيكولر عشان تخلي اي افكت كولر يشوفه، او ان انت تعمل الحل السهل. ايه هو الحل السهل؟ الحل السهل انك انت تخلي الادجستمنت لاير دي تشوف البارتيكولر ده او اللي انتوا شايفينه ده كله كانه لاير واحده، كانها فيديو. بمعنى ان يبقى الهيو ساتوريشن اللي نازل على الادجستمنت لاير يشوف السوليد اللي تحته دي كانها جروب، بمعنى ان السوليد والافكت يعتبروا حاجه واحده. ازاي؟ لو انا رحت عملت سيلكت على البارتكلز وعملت كنترول شيفت سي عشان اعمل بري كومبوز، وعملت موف اول اتريبيوتس عشان ياخد الافكت يدمجه مع السوليد يبقوا الاثنين حاجه واحده، وهسميها particles underscore com واعمل اوكي. مجرد ما هعمل اوكي هنلاقي البارتيكولر اتلون. ليه؟ لان في adjustment layer عليها هيو saturation. لو عملت اوكي تمام ورحت لكده، واحد يقول لي اختفى، صح؟ حد فيكم يخمن ايه الغلطة اللي احنا عملناها، او ليه البارتيكولر اختفى؟ فعلا فعلا جميل جدا استاذة سامة، لا هو ملوش دعوة بالاسم، ملوش دعوة بالاسم. هو فعلا لان البارتيكولر مرتبط مع اللايت، واللي حصل ان انا لما عملت بري كومبوز خدت البارتيكلز ما خدتش معاها الاميتر بتاعها. هعمل كنترول زد والمفروض ان انا اخد البارتيكلز مع الاميتر كنترول شيفت سي وهسميها بي كومب، اختصار بارتيكلز كومب، واعمل كي تمام. طبعا ارفع الادجستمنت فوق الكومبوزيشن، ماشي، ازقها كده و اجرب اعمل كالرايز برضو مش شايفه. طب ليه بقى؟ اخلي دي 32، مش عارف هيشوفه كده ولا مش هيشوفه. بالفعل كده شايفه. كده بقى ابدا اخد الكالر اللي انا عايزه. اخد شكل الكالر اللي انا عايزه او اللي انا محتاجه. بحب اشتغل على لون البرتقاني، اعتقد البرتقاني 39 على ما افتكر. ولو رحنا للبارتيكولر مفيش داعي ان انا اخليه اد، انا هخليه نورمال بحيث اني ابقى شايفه. طيب
اه نقدر. هي دي انا عملتها في اول محاضرة، كانت اول محاضرة عن ال اول محاضرة كان الموضوع اللي حضرتك كتبتيه ده. انا بس عايز اشوف المشكلة اللي عندي انا هنا ايه، لحسن انا كده عندي مشكلة انا مش عارفها، او انا مش عارف ليه بيعمل او ليه هو عامل كده. طيب اجرب حاجة تانية لان انا مش عارف هو ليه عامل كده اساسا. هرجع دي 8 بت وهرجع اعمل كنترول زد عشان ارجع زي ما كنت مرة تانية. تمام، هشيل الادجستمنت، هرجع للبارتكلز بارتيكولر. والاوباسيتي عايز اقللها شوية، هي كده 5 او اخليها زي ما هي. بس هروح للبارتكلز واروح لافكت الكالوراما. الكالوراما لو انا ضفته هيعمل المنظر اللي انتوا شايفينه ده. الكالوراما هو الوحيد اللي اثر على البارتكلز. ليه؟ لان الكالوراما بيقرا الالفا تشانل وبيقرا الكالر، فهو قرا الالفا تشانل بتاعت البارتكل اللي هي الالفا تشانل اللي هي دي اللي هي قناه الشفافيه. لو رحت للاوتبوت فيز او لو رحت للانبوت فيز، بدل ما هقول له خد لي الانبوت او خد لي طب قبل ما اقول الانبوت والاوتبوت، الكالوراما انتوا عارفين المحول بتاع الكهرباء بياخد 220 فولت وبيطلع 12، بيطلع اللي يطلعه. المهم هو بياخد ان ويطلع اوت. نفس القصه في الكالوراما، بياخد ان ويخرج اوت. يعني اما انه بياخد الانتنسيتي او الكالر، او بياخد لون معين من الريد والجرين والبلو ويطلع حاجه تانية. فانا هديله الالفا. ليه؟ احنا اتفقنا ان البارتيكولر الكالر بتاعه ده مفيش حاجه بتقراه، الحاجه الوحيده اللي الكالوراما هيقراها منه هي الالفا تشانل. فانا هقول له خد لي من الالفا، وفي الاوتبوت خرج لي الفا رامب، بمعنى خد الالفا ورجعها تاني الفا بس مع لون بالمنظر ده. كده بقى اللي حصل ان البارتيكولر ما عادش بلونه، لا ده الرامب حط عليه لون، خد الالفا حولها للون، بس اللون ابيض وابيض. لو خلينا بالنا التريانجل ده او المثلث ده وراه مثلث تاني ابيض، وراه مثلث تاني ابيض، هضغط دبل كليك على المثلث التاني ده بحيث ان انا اطلع الكالر سواتشز، واضغط على اللون الاسود واعمل اوكي بالمنظر ده. كده كده بقى البارتيكولر واخد من الكالوراما. يبقى انا كده عزلت اللون بتاع البارتيكولر نهائيا، ما عادش له اي لازمه، وبالافكت كالوراما او بالكالوراما خدت الالفا حولتها للون. لو رحت بعد كده حطيت هيو ساتوريشن، المفروض بقى يشتغل لان ده اخر حل بصراحه. لو عملت كالورايز الحمد لله تمام بالمنظر ده. لو انا جيت عملت ساتوريت وجيت رحت للهيو وعملته كده، اخد درجة الاورنج اللي انا عايزها. بعد كده هروح احط جلو، هسحب الجلو احطه على البارتكلز. تمام ماشي، نجرب كده بقى. تمام، اعلي الراديوس بتاع الجلو شويه، ممكن ازود الجلو بالمنظر ده كده.
كده احنا عملنا الافكت اللي احنا شفناه، اعتقد ده اللي انتوا شفتوه في الموفي اللي احنا اتفرجنا عليه. ممكن انت بقى تروح للبارتيكولر و نلعب شوية على البارتيكلز بير سكند، نخليها 1.3 عشان يبقى عندي تريل. ممكن نلعب على السايز شوية، اخلي السايز ده وليكن 10، تمام، خليه 25 20، على حسب بقى انت عايز تعمل ايه. في كمان الاوباسيتي، عايز اجرب حاجة في الاوباسيتي الاول عشان افضل محتفظ بالكيرف ده، كده كده اعرف اجيبه من هنا. لكن فلنفرض انا عملت كده وقمت جاي من هنا كده، واخد انا كيرف تاني لتحت وطالع بيه لفوق، وهو ده اللي انا عايزه. عايز اعمل الاوباسيتي جوه، لو خدتوا بالكم عايز اعملها جوه اقل من بره. يبقى انا كده عملت من بره اوباسيتي عاليه، حتى انا ممكن اقطع دي لتحت خالص، تمام، بالشكل ده كده. بصوا انا كده قسمته، لو خدتوا بالكم بصوا شفتوا ايه اللي حصل كده. انا بدل ما اعمل دبلكيت للبارتيكولر، تمام، عملت اكتر من شعاع من لايت واحد بس، وايه بلعبة بسيطة قوي في الاوباسيتي او الاوباسيتي كيرف، تمام. لو احنا جينا نبص على الشكل، تعالوا اكبره لكم ونشوف شكله عشان تبقوا على تصور احنا هنكمل منين بعد كده. تمام، كده عملنا اللايت. طبعا اللي كانت المشكلة عندنا في اسمه في 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 الكالر، ومتهيألي التجارب اللي احنا جربناها اعتقد لو ما كانتش نفعت معانا هنا فهي اضافت لكم حاجات جديدة اعتقد ما كانتش معروفة لكتير. ممكن لو انا الترانسفير مود ده خليته نورمال الدنيا تهدى شوية، او اخليه سكرين فالدنيا تبقى هادية حبتين. طب كده خلصنا من واحد. اللي هعمله هعمل حاجة كويسة قوي، ان انا هروح للبروجكت ويندو واروح ل لايت 01 واعمل كنترول دي او اعمل دوبليكيت. طيب واحد يقول لي ليه ما عملناش، خلي بالكم في حاجه مهمه قوي. اولا انا هعمل هنا لايت واثنين وثلاثه وهلمهم كلهم في كومبو واحده. واحد يقول لي طب ليه انت ما رحتش لنيو كومبوزيشن وعملت كومبوزيشن وليكن هنسميها مين، وعملنا اوكي، وبدل ما تقعد تعمل دبلكيت هنا كان ممكن ان انت تاخد ده كده وتعمل دبلكيت هنا، صح؟ كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن. طيب ليه ما عملتهاش هنا، او ايه الفرق لو انا عملت دبلكيت هنا وعملت دبلكيت هنا؟ ايه الفرق بين لما اعمل دبلكيت في البروجكت ويندو ولما اعمل دبلكيت في التايم لاين؟ لو انا عملت الدبلكيت هنا،
الاستاذ ماجد قال اللي فيه المفيد. بصوا يا جماعه، انا عايزكم تعرفوا مصطلحين. حاجه اسمها، ربنا يكرمك يا ماجد يا رب، حاجه اسمها انستنس وحاجه اسمها كوبي. يعني ايه انستنس ويعني ايه كوبي؟ انا لو جيت عملت هنا كنترول دي، انا عملت 4 كومبوزيشن. لو انا غيرت في اي واحده في الاربعه دول، الاربعه يتغيروا. لو غيرت في اي واحده في الاربعه، الاربعه يتغيروا. وده مصطلح انستنس. معنى كلمه انستنس ان نسخه طبق الاصل. لو غيرت في الاصل الكوبي هيتغير، ولو غيرت في الكوبي الاصل هيتغير. ده معنى كلمه انستنس. لكن لما بعمل دوبليكيت في البروجكت ويندو، بعمل كوبي مش انستنس. بمعنى ان لو غيرت في كومبوزيشن الاصل الكوبي مش هيتغير، لو غيرت في الكوبيز الاصل مش هيتغير. اذا الفرق كبير جدا بين ان انا اعمل دوبليكيت في التايم لاين وان انا اعمل دوبليكيت في البروجكت ويندو. تمام، هشيل الدوبليكيتس اللي انا عملتها تحت واشتغل على اللي انا عملتهم فوق. انا عايز كمان دوبليكيت وافتح، هشيل بقى المين ويندو. انا المين كومبوزيشن مش عايزها دلوقتي حاليا، يعني هفتح الكومب دي وافتح الكومب دي بالشكل ده. كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اعمل حركه مختلفه، عايز اعمل حركه مختلفة مش اكتر. لو انا رحت اللايت 2، طبعا بصوا لو قلبت بين لايت 1 ولايت 2 ولايت 3، بصوا كده لايت 2 و 3 تحس ان هو حاجة واحدة. انت ما انت شايف حاجة ولا انت لاقي فرق. فده اللي انا عايز اعمله. اولا هروح في البارتكلز، طبعا ماليش دعوة بقى بهيو ساتوريشن، ماليش دعوة بكالوراما، انا شغلي على البارتيكولر. هغير بقى في شويه حاجات، يعني على سبيل المثال الافكت بوزيشن بدل ما هي 150 خليها 250 بحيث يبقى في تغيير. بدل ما الويند على سالب 16 خليها مثلا 20 تبقى الناحيه الثانيه. بدل ما الواي ب 26 خليها بسالب 30 يبقى الفوق. اذا لازم اعمل تغيير بحيث لما لمهم مع بعض ما يبقاش فيه تشابه. بالمنظر ده كده عندي اللايت ده رايح في حتة تانية خالص. تمام، بعكس ده ماشي كده، عكس ده. طب انا لو زقيت ده يروح شمال، لو زقيت ده بالويند بحيث ان انا اوديه شمال، يبقى انا كده عندي كومبوزيشن فيها البارتيكولر باعدادات وعندي كومبوزيشن فيها البارتيكولر باعدادات تانية. اذا لو لميت كله على بعضه هبدا اخد راندومنس في الحركه. غير كده كمان التوقيت بتاع البارتيكولر هنا 1.3، طب ايه المانع لو خليته 1.5 بحيث يبقى الطول معايا زياده شويه؟ ايه المانع لو جيت في الراندوم سيد بتاع الاستريكلت بدل ما هي 5 خليتها 1 اخد شكل مختلف؟ ايه المانع لو رحت في الاوباسيتي، تمام، خدت كيرف تاني اعدل الكيرف وابدا ارسم كيرف تاني، اخد مثلا حاجه كده واطلع، اخد حاجه كده واطلع كده. تمام، يبقى انا كده خدت كيرف تاني خالص، خدت دنيا تانية خالص. كل مرة بعمل نفس الموضوع. اذا انا بعمل هي مرة واحدة وكل اللي بغيره الاوباسيتي. تمام، الاوباسيتي اوفر لايف البارتكلز، ممكن البارتكلز بير سكند عندي حتى البلند مود خلي ده اد اطلع فوق شوية بالظبط. لا غير كده كمان، ده احنا عندنا الراندوم سيد بتاع الاستريكلت ده لوحده يعمل شكل تاني.
غير كده كمان النمبر اوف ستريكلتس، عدد الستريكلتس او عدد الخطوط، هي هنا 9، ما لو خليتها 12 العدد زاد. تمام. طب حلو قوي كده، بقى اصبح لايت 1. تمام. لايت 1 غير لايت 2 غير لايت 3. طبعا هو طبعا في الموفي اللي انتوا شفتوه معمول ولا يجي 10، احنا مش هنعمل 10 طبعا، انتوا كده فهمتوا الفكره. فانت كل ما بتعمل دوبليكيتس هنا كل ما هيطلع معاك حاجه احسن. طيب حلو قوي الموضوع ده. تمام. هاجي على كومبوزيشن او هفتح بقى المين كومب. تمام. خدت لايت 1، خد تحته لايت 2، وخد تحته لايت 3. تمام. لو جينا كده بس بصوا، كله بادئ مع بعضه، كله بادئ مع بعض. انا مش عايز كده، انا كل اللي هعمله بس ان انا ده هيبدا كده مثلا، هزق دي شويه. تمام. وازق دي شويه، يبقى انا كده ده بدا ورا التاني ورا التالت. تمام ماشي. يبقى انا خدت ادي 1 وادي 2 وراه وادي 3. غير كده كمان لو انا رحت الرقم 2 ده، لو انا رحت لرقم 2 و رحت لللايت نفسه وغيرت حتى اللايت، بدل ما هو بيروح على 200 بكسل هخليه يروح على 300. خلاص، بدل ما هو شغال على 3 اخليه شغال على 4. تمام. لا بلاش 4، خليه شغال على 3.2. جميل. رقم 3 ده برضو هفتح يو، بدل ما هو 200 يبقى مثلا 250 بكسل، بدل ما هو 3 يبقى 4. وطالما 4 يبقى ازود عدد البارتكلز. تمام. هنا 1000 وشويه، خليها 2500. لو رجعت للمين كومب بقى، بصوا كده هنعمل زيرو ونشوف المعاينه شكلها عامل ازاي. نشوفها بسرعة بقى، نشوفها بسرعة. تمام. طبعا الفرق بين دي وبين اللي انتوا شفتوها هو الدوبليكيتس، يعني هتعمل دوبليكيت بقى قد دول مرتين ثلاثة. تمام. طيب نيجي بعد كده لل البارتكلز اللي كانت بتضرب من وراه مع الفلير مع الكلام اللي احنا شفناه ده كله. لو رحنا لير نيو سوليد، هسمي السوليد دي شوتنج بارتكلز على اساس ان دي هيبقى فيها البارتكلز اللي بتعمل شوت. غير كده كمان انا هرحل دول قدام شويه، يعني هشيل بقى الموشن سكتش وارحل دول بس قدام شويه كده. هاجي على الشوتنج وهحط برضو بارتكلر
بس البارتيكولر المره دي هعمله بارتيكلز بس بتطلع زي الصاروخ كده، يعني بتطلع جامده قوي كده. كل بقى اللي لازمني في الموضوع ده ان انا اروح للاميتر، هزود العدد قوي، هخليه مثلا وليكن 4000. تمام، 4000، خلوا بالكم ده في اول فريم. طبعا انا محتاج العدد ده ينزل خالص، يبقى انا في اول فريم 4000 همشي في 3 فريمات بالظبط، 1 2 3، والعدد ده يبقى زيرو، بمعنى انه يحصل لي يطلع لي دفعه واحده بس كده، بالشكل ده كده، بالمنظر ده. ماشي، واضح ان انا هفتح التايم لاين ووسع الكي فريم ده ليه؟ علشان ياخد مده اطول شويه، يعني يبقى بالشكل ده كده. تمام، في بقى حاجه كمان، ان انا عايز ازق الزد ده لورا بحيث البارتكلز تبقى جايه من بعيد، وغير كده كمان عايز اديها قوه دفعه.